العنكبوت في هذه الحصة نتعلم من الآية 46 إلى الآية رقم 59 من نفس السورة، فعلى بركة الله تعالى مع القراءة الجماعية التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وكذلك إليك الكتاب، فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، ومن هؤلاء من يؤمن به، وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. لنا آيتين تو باش نعاودوهم ونحاولوا يكون ثم تناسق في الأصوات، ردوا بالنا. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا ونحن له مسلمون. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب، فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، ومن وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب، يؤمنون به، ومن هؤلاء من يؤمن به، وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وكذلك يؤمنون به، ومن هؤلاء من يؤمن به، وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. ولا تجادلوا أهل الكتاب حول من راسك الذي هي أحسن
إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون قالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين وما كنت بل هو آيات بينات في صدور
الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين ولا تجادلوا أمشي وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون الآيات عند الله وإنما أنا نذير أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون أولم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ والأرض والذين كفروا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون أولم يكفهم إن في ذلك لرحمة وذكرى
بشرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وكذلك أنزلنا فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. بل هو بينات في صدور أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقالوا لولا أنزل عليه قل إن إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك وذكرى لقوم يؤمنون. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى
من لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ما كنتم تعملون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب إن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون عاود امشي ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون فاعبدوني كل رب الكيد عود يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدوني كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون
يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدوني كل ما تمدش مش فاعبدوني فيش مد بين الكسرة وتعدى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدوني كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون امشي عودة يا عبادي الذين إن أرضي واسعة فإياي فاعبدوني كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون مش ترجعون ترجعون وترجع للآن مش ترجعون تقفوا بعد لا ترجعون يا عبادي يلا أرجع يا عبادي الذين دعونا يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدوني كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون يا عبادي ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون يا عبادي الذين مش كله ثم مش كون قاعد يقول كله رد بالك كله 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 بالرفع وليس بالفتح أعيدوا وانتبهوا يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدوني كل نفس تمام والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون هات والذين تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون أعيدوا والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة ثم شكون يقول من الجنة رد بالك من بين اللام القمرية لام قمرية عندك ساكنة من مش من الجنة من ينفعش من أعيدوا والذين هات والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة أيوة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها توكلون والذين آمنوا وعملوا الصالحات
من الجنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا بهم يتوكلون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غربا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غربا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غربا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين على ربهم يتوكلون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك عذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدوني كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا من الجنة
غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. بارك الله فيكم. ننتقل إلى القراءة الفردية التعليمية. هاي سيدي ايش عندك؟ هاي تفضل. 207 27 هاي مرحبا. هاي مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام. أعوذ بالله. بعد شوي متروك مش مطغوم ليش على الحروف. هاي عاود. أعوذ بالله. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. كيف أقول ظلموا؟ هذه رواية تكون ورش يغلب الليل. ورش قرأ على نافع وقالون قرأ على نافع. واحد قرأ على نافع الترقيب، واحد قرأ على نافع التغليظ التفخيم. فورش قراها ظلموا وقالون قراها على نافع على شيخه ظلموا. ظالة ايش ظالة؟ شفت كيفاش؟ اي عودة وركك الله. ولا تجادلوا اهل تجادلوا ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا. ظلموا ظالة. شفت تفخم الظا وتركك الله. ظلموا ظالة ظالة مش ظالة. إلا الذين ظلموا إلا الذين ظلموا منهم. هي كمل. وقولوا آمنا بالذي مش بل بالذي بي بين الكسر. وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له. قلش ونحن له. وين الخطأ اللي عملوا؟ ترى قولوا لي وركزوا معي. هاي وقت اللي قال ونحن مش عمل زاد لنا حرف. ونحن الصواب ونحن له ونحن له. أي جدد ينتبهوا بالله. ونحن له. وقول لا لا جيب الخطأ، جيب لي الكلمة اللي فيها خطأ. ونحن له. ونحن له مسلمون. يلا. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب. الكتاب مقلقل البال يقفن عليها ساكنة من قطب جدل. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب. الكتاب الكتاب. فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به. مش به يؤمنون به. بي بي ما يشبه بين كسرة البال. بي صحيح. ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. فخم الراء زاد هذا ورش يقول كافرون. ورش يقول الكافرون لركبة الراء لأن أقبلها كسرة. قالون لا قل الكافرون. ورو ما يشرون رو. وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. فخم فخم ما تخافش من التفخيم. الكافرون رو 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 أفصح. إلا الكافرون. صحيح. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. بيمينك مش بيمينك نكلة. بيمينك ني شفت الكسرة محلاها. بيمينك مش بيمينك لا هيش كسرة. بيمينك بيمينك صحيح. إذا إذا مش إذا 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 مذين لله. إذا إدغام يسموه إدغام بلا غنى. إذا 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 لارتاب المبطلون. صحيح. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. جزاك الله كل خير وبارك الله فيك. مرحبا. أي اللي بعده سريعا. أي
228. شكون الرقم؟ اي تفضل جديد، مرحبا به. اي تفضل سيس روحك. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا. يا مرحبا. اي نعم. الايه التي بعدها: وقالوا لولا انزل عليه. حكاك ما هيقول لك: وقالوا، وقالوا لولا انزل عليه ايات من ربه. من ربه، نقف على السكون، ما قولش من ربه، من ربه، قف على السكون. من ربه، من ربه. عوده. وقالوا، وهي مره اخرى: وقالوا لولا انزل عليه ايات من ربه. قل انما الايات عند الله. عند، ما قولش عند الله، ضاد صيغه مفخمه. عند، ده عند الله. قل انما الايات عند الله، وانما انا نذير. وانما، هذه ممدوده. وانما، وانما انا نذير مبين. واصل. اولم يكفهم ان انزل بين صروف عليه. اولم يكفهم انا انزلنا عليك الكتاب يتلى عليك. بين الحروف، فكك الحرف، بين. أولم يكفهم أن أنا، ريح الكلمة هذه، أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. أحسن. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا. شهيدا. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض. والأرض، أفصح الحروف، مانيش خالص في الحروف. هكاك صح. والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. كيف، بارك الله فيك، شكرا. أهم شيء وضح الحروف، ما تستعملش نغم في القراءة كمبتدأ في أول الأمر، بين الحرف اقرأوا هكذا. أولم يكفيهم أن، حشت بالحروف نسمعها من بعد إن شاء الله تدريجيا، استعملوا النغم اللي نحبوا عليه. جزاك الله كل خير وبارك الله فيك. يا مرحبا. آية اللي بعد 43 وبعد، ها لو جاني فعل كيف هات. ويستعجلونك بالعذاب. معلش حطوا هكا، ثم واحد يقرا معك من غادي. لو سمحت. هاي قلت تعال بحدك واحد من غادي. قربوا الفم. كي ويستعجلونك بالعذاب. لا ارفع السكون عاد. بالعذاب. ويستعجلونك بالعذاب. بالعذاب، قلق لله. لا لا، شو مش بالعذاب، بالعذاب. أب قلقلها الباء سيفنا. ويستعجلونك بالعذاب. لقي شد في الخطأ. بالعذاب. بالعذاب. هي. ولولا أجل. ولولا، مش لولا، ولولا. ولولا أجل مسمى. أجل لم. ولولا أجل مسمى. مش أجل، خليش فيك، اخزر لي أنا. ولولا أجل لم مسمى، مش أجل، خليش فيك مفتوح. أجل مسمى. ولولا، ولولا أجل مسمى. أجل ما تبقش فيك. أجل مسمى لجاءهم العذاب. العذاب، نقف دي مع السكون، معاش تقف لي على المتحرك. لجاءهم العذاب ولا يأتينهم بغتة وهم لا، بغتة وهم لا يشعرون. صحيح، ما تزربش. ويستعجلونك بالعذاب. لا ثانية ما فيهاش واو، تفضل. يستعجلونك بالعذاب، قلق للباس ساكنة. بالعذاب. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة. جهنم، غن النون تاع. وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. هي. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم. ما تفصلهاش كله مع بعض. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم.
هكا قوله يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم. مش ومن تحت، ما تجيبش من تحت أرجلهم. صحيح. ويقول ويقول ذوقوا، ما نمدش، ما نقولش ويقول، ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة. قلنا عاد، قل يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. فإياي فاعبدون. فإياي فاعبدون. ما تقولش فإياي، فإياي فاعبدون. فإياي فاعبدون. صحيح. كل نفس ذائقة. نفس ذائقة. هنا المد، كل نفس. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. ثم إلينا، من العظمة، ثم إلينا، غير المعنى رد بالك، ثم إلينا. كل نفس ذائقة، مش ضاء، ذا، ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. جيد. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري، مش غرفا، غرفا، غورا، مش غور، غورا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم. عاود عاود في عقلك. والذين آمنوا، مرة أخرى. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم، لنبوئنهم من الجنة غرفا، من الجنة غرفا، من الجنة غرفا تجري من تجري مدها، تجري من تحتها الأنهار. مش الأنهار، الأنهار، ها رقة، تجري من تجري، خلق للجيم، تجري تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. والذين صبروا، الذين بلاش واو، الذين كما هي مكتوب، الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وكأي كيف 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 هناك وصلنا 59، بارك الله فيك، جاي سن قاعدين نتحسنوا ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك، مرحبا أهلا وسهلا، في تحسن ما شاء الله عليك. 41 وبعد يلا ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، إلا بالتي، ما قلش بالتي هي، بالتي، مد المد. ولا تجادلوا أهل، مد عادي يا شيخ، ولا تجادلوا، أو الجماعة ولا تجادلوا، مدود أهم شيء في قراءة القرآن، تغير المعنى رأى تهلكنا. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي، أكل مدود يرونك القراءة، قول. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. أي. وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب، الكتاب بين القلق العاد في الباء السكنة. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به. هي. ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. الكافرون، رو فخ من راء، إلا الكافرون. صحيح. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. المبطلون، المبطلون، فخم الطاء. إذا لارتاب المبطلون. المبطلون. إذا لارتاب المبطلون.
بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. كافي، بارك الله فيك، أحسنت، جيد، ما شاء الله عليك. أهم شيء الانتباه إلى المدود الطبيعية، أهم شيء. نعم تفضل. مرحبا. فقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه. أي. قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. ممتاز. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. أي. لقوم يؤمنون. أي. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. أحسن الله إليك، ممتاز، قولوا ما شاء الله، شو استخدوه بالنفس زادة، ما شاء الله لي، جيد، ما شاء الله لي، حسن، جلبوه هاي، ما شاء الله، نعم، لا لا، ما شاء الله لي، يفرح هو كارو يعمل زردة ولا حرام الزردة، هاي سيدي اللي بعد، وي أعطينا الرقم اللي بعد، هذه نعمة كبرى وقت اللي الأب يرى ابنه، لأن الأب يحب حتى حد أفضل منه إلا ولده، هكا ولا العكس يكون. حب فمش واحد يحبه خير منه الا ابنه هكا ما اي نعم هذه نعمه كبرى وهذه الامه هي امه الحفظ تو الامم السابقه ربي انزل التوراه والانجيل باش يقراوه نظريا اما هذه الامه هي امه الحفظ فاختصها الله بالحفظ فأنزل عليها هذا القرآن فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظونه في صدوركم خفوش يقول لك وحرق ومصحف من عرشين في كذا لا لا هذا القرآن تكفل الله بحفظه ما ينجم حتى حد غيره ولا يحرف ولا يبدل وإنه محفوظ في صدوركم الذي تكفل بحفظه هو الله أما الكتب الأخرى لا هم مطالبون بالحفاظ عليها فقال إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوهم يعني هم مطالبون بالحفاظ عليها فغيروها وحرفوها وبدلوها ولم يؤمروا بحفظها يقرأها نظريا أما القرآن لا الذي تكفل بحفظه والله إنا شوك التأكيد نحن شوك العظمة نزلنا الذكرى وإنا له لحافظونه فين في صدوركم ولذلك الآن تدخل بعض المساجد تلقى المصحف معبية بالغبرة عليش ليش تقرأش فهذا من الحرق المعنوي أنا سميته حرق معنوي ثم لحرق المصحف حرق حسي ثم لحرق المصحف حرق معنوي تدخل المساجد تلقى بعض المصاحف الغبر عليها مكد عليش لأن يعني ثم هجران من القرآن الكريم فردوا بالنا إيه نعم لأن المولى عز وجل أكرمك بالقرآن شوف العبارة احنا قريناها أنا ما نحبش نتكلم برشا باش ما ناخذلكمش الوقت لكن خذوا هالفائدة تعرف ايش قال قال وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه هكا قال لك فيها إشارة إلى أفضلية اليمين على اليد الشمال القرآن ما يجيبش أي كلام كل عبارة من القرآن تعمل لك كلمة فلاش إشارة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في كل شؤون حياته يلبس باليمين يكتب باليمين يكتب باليمين يدخل للمنزل بتاعه البيت باليمين هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في كل حياته وفي كل شؤونه هذه إشارة إلى
إلى الكتابة أن تكون باليد اليمنى. قام النجم من نجم جاهد نفسك، لأن الكتابة باليمنى أفضل، الأكل باليمين أفضل، وهكذا. ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب. وبعدها ايش قال؟ قال بل هو، يحكي عن القرآن، بل هو آيات. ولذلك قراءة عبد الله بن مسعود بل هذا آيات، بل هذا اسم إشارة للقرآن، قراءة عبد الله بن مسعود. والجمهور بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وصفهم المولى عز وجل بأنهم من أهل العلم إجلالا وتعظيما للقرآن، إجلالا وتعظيما للقرآن العظيم. مكان عظم أنه ربي يختصك وفيه اصطفاء يجيب حلقات التعليم وتحفظ كلام ربي. أي نمشي للرقم اللي عندنا اللي بعده، بارك الله فيك، نمشي رقم 40. يتفضل بحذانك، يلزمهم يحفظوا الأرقام بتاعهم. يا معين، الله لطيف بعباده. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه. الآية رقم ويستعجلونك. طيب فضل الآية التي بعدها. نعم، ويستعجلونك بالعذاب. ويستعجلونك بالعذاب، قلق للباب العذاب. ولولا أجل مسمى لجاءهم، ريح الغنى، مسمى لجاءهم. ولولا أجل مسمى لا، ما عملتش غنى، قلت مسمى مسمى لجاءهم. أعمل غنى تلميذ. ولولا أجل مسمى لجاءهم، باقي الغنى ما ثماش. طولها طول. ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب، وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. يوم يغشاهم العذاب من لا ما تمدش برشا، يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم، ويقول ذوقوا ما كنتم ذوقوا، كما عملت مد في الذال تعمل في القاف ذوقوا. ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. يا عبادي الذين آمنوا، يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. فاعبدوني ولا فاعبدونا؟ فاعبدون لا جيبها بالوصف. فإياي فاعبدوني كل نفس. ما تمدش، فاعبدوني كل نفس. صحيح، هذه الإخرانية باهية، عودة لنا، جيبها بالوصف. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدوني كل نفس ذائقة الموت. هي. ثم إلينا ترجعون. حسن. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة بين اللام القمرية، من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، نعم أجر العاملين. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. اللهم اجعلنا منهم يا كريم، بارك الله فيك. شكرا، زيدني، زال عندي شوية وقت، نمشي. أحسن، بارك الله فيك، انت يا سيدي مرحبا. هاي وحضر لي بعد واعطيها رقمك باش انت جاهز. يلا 48. طيب قول ولا تجاهلوا. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم
إلهكم واحد وإلهكم مش وإلهكم وإلهكم ربك الشكل وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به من يؤمن به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد وما يجحد خلق الجيم وما يجحد بآياتنا وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون الكافرون إلا الكافرون وما كنت تتلو من تتلو وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون بارك الله فيك شكرا أحسن الله إليك جيد تفضل بعد مرحبا احنا وقت اللي كنا نحضر طريقة الحفظ متاعنا مختلفة ايش من هكا املاء كنا نحفظ باللوح يعني نكتب الثمن اما طريقه ما شاء الله معناتها يبدا الشيخ قدامه 50 واحد يحط 25 على يمينه و25 على شماله هكا ما ويبدا هو يملي عليه واحد في الاعراف واحد في البقره واحد في النمل والاخر في القصص والاخر في ياسين وما تغيبش عليها ما تغيبش عليها تحطهم هكايا تبدا تكتب انت تحط مثلا اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم تاريخك اليوم هذاك اللي بتستحفظ فيه تعطيه الايه مثلا ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن يسموها راس اللوحه بتاعك ها يقول لك هو الا الذين ظلموا منهم وقولوا امنا بالذي انزل الينا وانزل اليكم والهنا والهكم واحد ونحن له مسلمون اخري تكتبها يسمعها منك تقرأها عليه بما نقول وتكتبها تستنى دورك حتى يمشي هو يكملك جماعة اليمين وكل وبعد يرجع فكل الذهاب بتاع الشيخ نختمه احنا مش كما تقول البعض فما تقول اللي نخزله شادد التليفون وعلى الفيسبوك خدام ما ينجمش يحفظ هذا ما يستفادش إذا كان فاتتك الحصة هذه وما استوعبتش وما خرجتش من الجامعة أقل شيء 50% 60% عندك الثمن يصعب عليه فاحنا نغتنموا هكا وقت الشيخ يمشي باش يرجع لي يشد انا مثلا الايه نتاعي ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا ما يرجع لي الشيخ انا ما نكون حفظها يعطيني الايه اللي بعد نضمها للايه الاولى نكتبها شوف كلها ادوات علميه تعاونك على الحفظ استحضار فتكتبها وتقراها كتابه وقراءه اقرا جماعه ايتين نقعد نقراها حتى يمشي هو ويعاود يرجع يلقاني حفظت آيتي يعطيني الآية الثالثة فنكتبها وهكذا بحيث ما يكمل ما نكمل الثمن على الشيخ إلا ما يكون هو محفوظ هكا هو اللوحة اللوحة غادي يرشد الفيسبوك لا نمشي نعطي هكا اللوحة الثمن هذيك الثمن هذيك نعطيه 200 مرة صدقوني كنت ما نكمل اللوحة على الشيخ إلا ما هي محفوظة ومع ذلك نعطيها 200 مره 200 زربة احنا نسميها 200 مره تقرا كسمن هذاك تعاودوا 200 مره بعد ما تكمل تمشي تعرضوا على الشيخ هو يأذن لك باش تمحي اللوحه تفسخ اللوحه والا يقول لك مازال هذه كانت الطريقه وهذه مازالت معموله الان في بعض المدارس اللي هم بالمبيت في ليبيا احنا 200 حكايه فارغه يقولوا 200 قدام الاخوه في ليبيا يضحكوا علينا لان السمن هو يعطيه 1800 مرة يعاود 1800 واللي يشوف فيه مصحف هو بيده مصحف نسخة متنقلة هكا ولا ضابط هذه طريقة بي علاش حبيت نقول لك مش خليكم مركزين مش خليك وقت اللي أنا نصلح تنتبه وتستغل وقت تقعد مثلا أنا نصلح للأخ أنت تقعد تحفظ السمن هذيك أما تشوف فيسبوك وتعمل وكذا لا ضيعش وقت ربك من إضاعة الوقت هذه إشارة حبيت نعملها يقول وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه أمشي
قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أي. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. أي. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا. قطعش الآية. والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. كيف يعطيك الصحة؟ بارك الله فيك. جيد. أو كنت غيرت أما القراءة تغير. جيد ممتاز. نعم نعم ممتاز ما شاء الله بيك. أحسنت. أي لبعض أخرين ياك مش يوم بعد التكرار. أي أعطيني القائمة تابع بش يكروا. أي ويستعجلونك بالعذاب. أي. ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب. أي. وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس بين اللام والذين في من أول الآية والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها. لا غرفا إذا ما عندكش نفس تقف في كلمة غرفا. أيوة والذين آمنوا. أعيد. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا غرفا تجري من تحتها الأنهار. الممنوع هو غرفا تجري هذا الممنوع. لأن نجيب من أول الآية والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري. لا الغرف عمرها كانت تجري ما يخلط على أحد هي راكزة راكحة هكا الممنوع. أما غرفا نقف تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. يصح قوله والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. كيفاش نعم شو بعدها؟ نعم أجر العاملين. صحيح. شقال من اللول؟ صحيح. شو أكفيكين ما شاء الله عليكم. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. فتح الله عليك وبارك الله فيك. أحسنت. جيد ممتاز مرحبا. أي نمشيوا للتكرار سورة